أنا لما كلمني أبو عيسى سعود الله يسلمه ويدعونا على بيتنا، البيت هذا بيتنا لأنه بيت فلاح الصواب، بيت المروءة وبيت العزة وبيت الكرامة وبيت الفعل الطيب، كل فيها الصفات هذه نستذكر أبو سعود الله يرحمه بقفل له. كان الرجل بكل ما تعني الكلمة من معنى، وكان صاحب ضمير مخلص، وكان وطني بكل ما تعني الكلمة من معنى، كان لا يحمل حقدا حتى على أعدائه، وكان دائما يجمع ولا يفرق، يجمع ولا يفرق، وعسى الله يطرح البركة إن شاء الله في أبنائه وفي أبو عيسى، وإن شاء الله نرى أن ما كنا نتمنى الاستمرار من قبل أبو سعود رحمة الله عليه، لكن هذا قدر الله أن نراه إن شاء الله في أبو عيسى بإذن الله. دائما دائما وأبدا كل ما نأتي إلى هذا البيت نشعر بالفرح لاستمرار القيم والمعاني، ونشعر بالحزن لفقدنا هذا الرجل العملاق رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، والله يسكنه الجنة إن شاء الله.